السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا ثالث راح نقوم بحل تمارين ومسائل الدرس. لنبدأ بالسؤال الأول. سألت المعلمة عددا من طالبات الصف عن الهوايات المفضلة لديهن وحصلت على الإجابات المرفقة. الآن هي الإجابات الطالبات يا ثالث. طبعا هنا قامت المعلمة بالسؤال و دونت إجابات الطلبة، طلع لنا هنا النتائج. أصمم جدولاً أبين فيه المعلومات المعطاة. قمت يا ثالث بتصميم هذا الجدول. الآن سنقوم بتعبئة الجدول سوياً. الهوايات عن الرياضة، الرحلات، المطالعة. نشوف يا ثالث كم طالب فضل الرياضة. هي 1 2 3. 3 طالبات فضلنا الرياضة. 1 2 3. الرحلات عندنا 1 2 طالبتان فضلوا الرحلات. المطالعة 1 2 3 4 5. سنقوم بوضع الإشارات عند المطالعة. 1 2 3 4 5. هكذا قمنا بتصميم الجدول. إذن الرياضة فضلوا الرياضة 3 طالبات، الرحلة 2 طالبتان، والمطالعة 5 طالبات. الآن أصمم أي الهوايات أكثر تفضيلا لدى الطالبات. أحسنتم، المطالعة. هوايات أقل تفضيلا لدى الطالبات؟ أحسنتم، الرحلات. السؤال الثاني. أجرت رغد تجربة تدوير المؤشر على قرص دائري 20 مرة. عندنا قرص دائري الثالث. قامت هي بتدوير المؤشر 20 مرة وتسجيل إشارة أمام اللون الذي يتوقف عند المؤشر في كل مرة. تلف المؤشر وكل مرة يمس، مثلا يوقف عند الأحمر تسجل، عند الأصفر تسجل، لحد 20 مرة. طلع معها يا ثالث الإجابات في الجدول كما هنا. الآن أجيب عن الأسئلة الآتية. ما عدد مرات إجراء التجربة؟ أحسنتم، 20 مرة. ما عدد مرات وقوف المؤشر عند اللون الأصفر؟ ممتاز، هي 5 6 7 مرات. بكم يزيد عدد مرات الوقوف المؤشر عند اللون الأخضر عن عدد مرات وقوف المؤشر عند اللون الأحمر؟ عند اللون يمس الأحمر 8 مرات. ناقص 5 يساوي 3. إذن يزيد اللون الأحمر عن اللون الأخضر 3 مرات. الآن يا ثالث أجري مسحا بطرح السؤال على زملائك. أجمع الإجابات ثم مثلها بجدول الإشارات. الآن بدنا نطرح يا ثالث سؤال على الطلاب ونعمل مسح، كل طالب يعمل لحاله. مثال: سألت طلاب الصف الثالث. الآن يا ثالث قمنا بسؤال طلاب الصف الثالث بنوع الطعام المفضل لديهم، البوظة أم الكيك؟ فكانت الإجابات 9 طلاب، 5 6 7 8 9 يفضلون البوظة، و4 طلاب يفضلون الكيك. قمت بعمل هذا الجدول حسب طلاب الصف الثالث. قمت بسؤالهم ثم قمت بتعبئة الجدول، فكان الطلاب يفضلون البوظة أكثر من الكيك. وهيك يا ثالث خلصنا أسئلة الدرس. يعطيكم العافية.